حكايتنا اليوم يا أصدقائي ككل يوم من التراث الروسي، سنستشف منها الكثير عن الدفء العائلي والجو الأسري الحميم. لذلك سنرحل بكم إلى زمن عريق حيث سنشاهد معا واقعة الفتاة أليونوشكا وأخيها الصغير إيفانوشكا. هناك في زمن بعيد في قرية صغيرة على مشارف الغابة في كوخ صغير، كانت تعيش هناك فتاة جميلة اسمها إليونوشكا وأخيها الصغير إيفانوشكا. خرجت إليونوشكا ذات يوم إلى الحقل واصطحبت معها إيفانوشكا. كانت تعمل بجد ونشاط. إليونوشكا. نعم يا حبيبي. أريد ماء، هل أشرب من هذه البركة؟ لا تفعل يا إيفانوشكا، انظر إنها بركة مسحورة بالحزن مملوءة، إذا شربت منها ستتحول إلى مهر. ماذا أفعل حينها؟ لنعود إلى بيتنا الآن. سأشرب إليونوشكا، أنا عطشان وأريد الماء أرجوك. لا تفعل يا حبيبي، ستصبح عجلا لو فعلت. اصبر يا إيفانوشكا، سنصل إلى البئر وهناك تشرب الماء. عناد إيفانوشكا جعله يحاول الشرب مرة أخرى. إليونوشكا، سأشرب الماء من هذه البركة. لا تفعل يا إيفانوشكا، أرجوك دعيني. سنصل قريبا، لا تشرب أبدا كي لا تتحول إلى عنزة. كان إيفانوشكا عنيدا جدا، لذلك التزم الشرب على الرغم من نصح أخته له. لا تشرب يا صغيري فتصبح عنزة. أخي الصغير إيفانوشكا. هكذا تحول إيفانوشكا إلى جدي صغير، إلى أن حدث ذات يوم. صرت وحيدة، لمن أشكي أمري؟ لا تخافي أيتها الفتاة، اسمحي لي أن أشرب الماء وأسقي حصاني العطش. أخبريني، لماذا تبكين بألم هكذا؟ أخي الصغير إيفانوشكا لم يستمع لكلامي، شرب الماء من البركة المسحورة فتحول إلى عنز. ما عساي أصنع الآن؟ لا أدري. لا تحزني أبدا يا عزيزتي، انتظريني لموعد فصل الخريف، لن أجد عروسا تناسبني مثلك. ستكونين لي زوجة وحبيبة، وأخاك الصغير سوف يكون كأخي لي. سأكون خير من يحميكم ويخاف عليكم. أشكرك أيها الشاب الطيب، عد إلينا في الخريف وسنكون بانتظارك، وما قدر لنا فسيكون. سيكون. Thank you.
نفسي. أي صبي شقي أنت يا إيفانوشكا. سيأتي إلينا ضيف، ماذا سنفعل عندما تعم الفوضى في المنزل؟ أرجوكي دعيني ألعب خارجا، أنا لن أغفل عنك أبدا ولن أذهب بعيدا. حسنا، لكن حذاري من الذهاب بعيدا عن المنزل. إذا حدث شيء خطير سوف أنادي عليك كي تأتي وتنقذيني. اليونوشكا قلقة على أخيها، كانت تبحث عنه وتنادي عليه، كانت حزينة جدا. إيفانوشكا أخي الحبيب، يكوخ يا مسحور، أدر ظهرك للغابة ووجهك نحو يدور. أيتها الجدة أرجوك اطلق سراحي. لقد طلبت شيئا مستحيلا، اجلس واصمت، قد تشجرت للتو في الغابة. أرجوك أريد أن أرى أختي وأودعها. أما بشأن أختك فانساها ولا تفكر بها أبدا بعد الآن، لقد سقطت في الماء وغرقت. لا تبكي إيفانوشكا، سأساعدك وأطلق سراحك. يا فتاة لقد أتيت. مرحبا يا عزيزتي. اليونوشكا اليونوشكا، تعال وأنقذ اليونوشكا. ماذا؟ ما الذي يسمعه؟ أنا مساعد أختي الحبيبة، لقد اختطفتني عجوز في الغابة وتريد العجوز موتنا. تعال وأنقذ اليونوشكا، ساعد أختي الحبيبة أرجوك. لقد ألمتني يا أخي الحبيب إيفانوشكا حين لم تستمع لكلامي، فلم أستطع مساعدتك الآن وأنا في قاع النهر. اليونوشكا اليونوشكا، ماذا بك يا عزيزتي؟ أيتها الساحرة الشريرة ابتعدي. سأرميك بقوسي لأخلص الناس من شرك. وهكذا يا أصدقائي تغلب الخير على الشر، ككل مرة يعيش الثلاثة في سعادة وهناء بعيدا عن الأحزان والآلام.
اللقاء مع قصة جديدة.